سؤال جديد. عدد عمليات التجميل التي خضعت لها؟ أقل من نانسي عجرم. أف طبعا أكيد. نانسي بتشوفها كيف كانت قبل، شوفها كيف صارت، أنا حلوة كل حياتي. بس ما هي نانسي بعد كانت بيت صغيرة على الدومين وبعدها صغيرة. أي صغيرة ما كانت عندي بالبيت مع ملحم غنت خلص إنه يعني نانسي نانسي عملت عمليات أكثر يعني أكثر. أي خيار بتضوي؟ أقل من خمسة؟ أقل من خمسة. فإذا بنضوي أقل من خمس عمليات تجميل. النقطة اللي بعدها، أكثر لقب محبب لقلبي. شو أكثر لقب محبب لقلبك يا مي؟ الخيارات أنا لإلي أنا؟ الخيارات هني زوجة ملحم بركات، الفنانة نجمة الإغراء. الفنانة اللي بعده، لو كان بإمكاني إعادة شخص واحد إلى الحياة أختار، مين بتختاري؟ الخيارات هني والدك، والدتك، خيك. أمي الله يرحمها. أمك الله يرحمها. سؤال اللي بعده، أختار هذه النجمة لتأدية أغنية لها. نجوى كرم، هيفاء وهبي، إليسا. أي فنانة بتختاري؟ واوا هيفاء. واوا خلي الواوا. واوا أنا الواوا هلا لأني مريضة. الفيديو حاز على انتشار واسع بالعالم العربي بسبب التريو نايت يلي صارت بالرياض، هالحفل الضخم يلي جمع أبرز نجوم الفن. السؤال هو، لو كنتي مكان إليسا كيف رح تتصرفي؟ وقتها اتهمت الفنانة لطيفة التونسية بسيطرة نوعا ما على أداء الفنانة إليسا وأخذ حصتها بالغناء بهالتريو. الخيارات هني، كيف رح تتصرفي لو كنتي مكان إليسا؟ تنسحبي مباشرة؟ بتوقفي الغناء وبتطلبي مغادرة لطيفة؟ أم بتكملي الغناء وكأنه ما في شيء صار؟ كأنه ما في شيء صار. بتكفي الغناء مثل ما عملت إليسا. مثل ما عملت إليسا. برأيك ليش ممكن فنانة تعمل هيك أو تتصرف مثل ما تصرفت الفنانة لطيفة؟ ما بعرف، يعني يمكن الفنان لأنه لما ما بيتصالح مع نفسه بيوصل لمحل بتخف نجوميته، بيشوف الشخص الثاني بعده بأوج شهرته ومحبة جمهوره فيه وكذا وهيك، يمكن بحس بإحباط يعني بخليه إنه يتصرف هيك. بس مع احترامي للطيفة، لطيفة فنانة كبيرة كتير بتونس ومعروفة بالوطن العربي وكلنا بنحبها، بس أكيد. هو هيدا شعور بحس فيه الفنان لأنه بترجع بغنية بترجع يعني هي كلهم نجوم يعني كلهم أسماء كبيرة. ايه أسماء كبيرة. بننتقل لنقطة جديدة وبنحضر هالفيديو كمان. أهلا بصوت مصر، هل أنت الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟ جاوبيني بنعم أو لا. نعم. برأيك هاللقب مين الأحق فيه؟ الخيارات هني، شيرين عبد الوهاب بالفعل، أنغام أم أمال ماهر؟ هلأ شيرين عبد الوهاب. فإذا بتقولي شيرين عبد الوهاب هي صوت مصر. ولبنانيا لمين بتعطي هاللقب؟ صوت لبنان الأول. صوت لبنان الأول بوجود الست فيروز ما في صوت صوت أكيد لبنان. ما في صوت لبنان ولكن عم نحكي عن الجيل الجديد. ما في، طول ما هي عايشة أيقونة الفن اللبناني. طب بين إليسا، نجوى، هيفا، يارا، ميريام فارس، عندك لايحة كبيرة، خلينا بجيلك. ما فيك تبقى هون لك، احنا ما فينا. عندك نانسي، عندك إليسا صوت حلو كتير وأحساس حلو كتير. اسم واحد لنطلع ما فيني اطلع الأعلامي. ما فيني اطلع لأنه بصير لأنه كلهم بشأن منضلنا على السيدة فيروز. السيدة فيروز، عندك مجد الرومي، عندك بيرجع أصوات عم تحكي. يعني اليوم ما فيك تحكي ترند، إذا بدك تحكي ترند اليوم بتفتنا بغير موضوع. فاصل إعلاني مشاهدينا ومنتابعنا.